بين الحين والآخر كده بنرصد مع حضراتكم الشائعات على السوشيال ميديا اللي ربما تكون في وقت من الأوقات بتستهدف فئة من الفئات. المرة دي بتلاقوا إنه إعلام أهل الشر بقى بيحاولوا إنهم يستهدفوا فئة الأطباء بشكل او باخر، فيحاولوا انه ايه يزعزعوا ثقتنا فيهم كده، ويحاولوا ان هم يثيروا البلبله في الشارع المصري بشكل او باخر. بدوره المركز الاعلامي لمجلس الوزراء كان واقفا لمثل هذه الشائعات بالمرصاد، وقال انه في ضوء ما تم تداوله من منشورات، المنشورات دي بتزعم ايه؟ انتشار عصابات لتجاره الاعضاء. بتضم هذه العصابات اطباء تقوم باستدراج الطفل وبتختطفه عشان تبيع أعضاؤه في المحافظات. المركز تواصل مع وزارة الداخلية اللي نفى هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأكد كمان أنه لا صحة لانتشار عصابات تجارة الأعضاء بتضم من أعضائها أطباء اللي هي بتقوم باستدراج الطفل، وان هي بتختطفه وبعدين بتبيع اعضائه في اي من محافظات الجمهوريه، وانه لم يتم رصد اي شكوى او اي بلاغ باي محافظه على مستوى الجمهوريه بشان وقائع مماثله، وانه كل اللي بيتم تداوله ده في الشان ده ادعاءات زائفه بتستهدف اثاره البلبله. وتم مناشده كمان المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الاكاذيب، وهيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال مروجي هذه الشائعات. المركز الإعلامي أيضا لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة والسكان أيضا اللي نفت هذه الأنباء بدورها، وأكدت أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء بتضم بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع الأعضاء بعدد من المحافظات، وأن المنشورات المتداولة مزيفة وبيتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ إمتى؟ 2017، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها. طبعا بنشكرهم على التوضيحات دي، ربما احنا يكون الكثير مننا اخذ مناعه من مثل هذه الشائعات، ولكن لابد طبعا ان احنا نلاقي الحاجات دي في بيانات رسميه، في رصد رسمي من المركز الاعلامي مجلس الوزراء اللي تعودنا منه انه يقف لهذه الشائعات بالمرصاد عشان يقفل على طول عليهم مدد البلبله او محاولات ان هم يخشوا في النسيج المصري باي شكل من الاشكال. مشكور طبعا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، أكيد هو بيقوم بدوره طبعا، لكن وجب التنويه وواجب الشكر.